البيع اقل من سعر التكلفه، عروض ولا في الخيال. زي ما انتوا حضراتكم شايفين الالوان، بص جمال الالوان وشياكه الحاجات، وعندنا الناحيه التانيه الوان وحاجات. والله ما عارف ابدا من هنا ولا من هنا، بس نبدا من الاول على اليمين كده، وربنا يجعلنا من اهل اليمين. زي ما حضراتكم شايفين الفوط حاجات جميله جدا جدا، كله مخفض جدا. الفوطه دي جديده لسه نازله جديد، زي ما حضراتكم شايفين الفوطه دي تطريز من فوق. الفوطه دي مقاسها 50 في 80، 50 في 85 اسف. سعر الفوطه يا جماعه هنا هو 45 جنيه، سعر الفوطه 45 جنيه. احنا عندنا عروض على عروض وعروض كتير جدا. حضرتك لو انت اشتريت الثمان الوان من الموديل هتدفع 240 جنيه بدل 360 جنيه. يعني سعر الفوطه كده داخل العرض بقى ب 30 جنيه. سعر الفوطه بالجمال ده والشياكه دي بقى ب 30 جنيه. يبقى حضرتك هتاخد 8 فوط وهتدفع 240 جنيه بدل 360 جنيه. كمان عندنا يا جماعه الموديل ده برضو موديل جميل جدا وشيك جدا وحاجه جديده. مقاس الفوطه 50 في 90 وبارتها اتقل من الاولانيه وحاجه جميله جدا. وادوكم شايفين شكل التطريز حاجه شيك جدا، مقاس 50 في 90 والوانها كلها اقوى من بعض. حضرتك هتشتري الثمان الوان من الموديل بدل ما سعر الفوطه ب 50 جنيه، يعني الثمان فوط ب 400 جنيه، لا انت هتدفع 280 جنيه بس وتاخد الثمان فوط. يعني سعر الفوطه وقع في العرض كده بقى ب 35 جنيه بس. سعر الفوطه داخل العرض بقى ب 35 جنيه بس. كمان العروض دي يا جماعه برضو اتجددت تاني عروض. هتشتري عندنا خمس الوان من الفوطه دي وهتدفع 180 جنيه بس بدل 225 جنيه. يعني سعر الفوطه وقع في العرض مع حضرتك ب 36 جنيه. سعر الفوطه وقع ب 36 جنيه. كمان الفوطه دي يا جماعه زي ما انتم اكيد عارفينها، الفوطه دي جميله جدا جدا، مقاسها 50 في متر، تطريز وبر عاليه. سعر الفوطه يا جماعه دي ب 55 جنيه، نزلت داخل العرض دلوقتي. هتشتري اربع فوط وتدفع 180 جنيه بدل 220 جنيه، يعني وقعت الفوطه معاك في العرض ب 45 جنيه. كمان يا جماعه عندنا الموديل ده، هدخلكم والله على حاجات جميله جدا جدا جوه مخفضه اكتر من كده بكتير. عندنا كمان يا جماعه الفوطه دي، سعر الفوطه انا لسه ما حفظتش الاسعار. سعر الفوطه يا جماعه دي ب 50 جنيه. سعر الفوطه ب 50 جنيه. انت لو اشتريت الوان الموديل اللي هم اربع الوان هتدفع 160 جنيه بس بدل 200 جنيه. يعني سعر الفوطه وقع مع حضرتك بكام؟ ب 40 جنيه. سعر الفوطه وقع ب 40 جنيه مع حضرتك. كمان الموديل ده يا جماعه برضو هتشتري ست الوان من الموديل بدل ما سعر الفوطه ب 55 جنيه هتدفع 220 جنيه في الست فوط. يعني سعر الفوطه وقع مع حضرتك ب 37 جنيه بس. كمان يا جماعه الموديل ده سعر الفوطه ب 35 جنيه. هتشتري خمس الوان من الموديل وهتدفع 125 جنيه. يعني سعر الفوطه وقع مع حضرتك كده هو ب 25 جنيه بس. نخش بقى على الحاجات الجميله الروعه اللي جوه دي شويه، كفايه هنا بره. عندنا يا جماعه هنا عروض على الفوط دي كتير جدا جدا، زي ما حضراتكم شايفين دي كلها فوط ايد ومطبخ شغل جديد وحاجات تطرزات جديده وحاجات تصميمات جديده كتير. عندنا فوطه زي دي، دي الفوطه دي مقاسها 40 في 65، دي فوطه مطبخ تطريز زي ما انتم حضراتكم شايفين. الفوطه دي جميله جدا جدا وخامتها قطن وبارتها عاليه. الفوط دي يا جماعه كانت بتتباع في الاول في اكياس الثلاثة ب 150 جنيه. دلوقتي انت حضرتك هتشتري ست فوط من الوان الموديل، يعني تاخد ست الوان من الموديل وتدفع 150 جنيه، وهتدفع 150 جنيه بدل 270 جنيه. يعني سعر الفوطه وقع في العرض مع حضرتك كده هو ب 25 جنيه. سعر الفوطه وقع مع حضرتك ب 25 جنيه. ده اجدد موديل، واديكم شفتوا الوان وحاجات شيك جدا، كلهم ست الوان اشيك من بعض، يعني ست الوان كلهم اشيك من بعض. نيجي هنا بقى للعرض ده وبعد كده نرجع لكم تاني على فوط الايد. يا جماعه الفوطه دي قويه جدا جدا، الوانات كلها مميزه وحاجات خطيره جدا، وبر عاليه، وبر عاليه جدا جدا. مقاس الفوطه دي 60 في 120، المقاس 60 في 120. سعر الفوطه يا جماعه دي ب 95 جنيه، واكيد ناس شافته كتير عندنا السعر 95 جنيه لو انتم متابعين العروض القديمه. لا النهارده مفيش ب 95 جنيه، النهارده في مفاجآت. كمان نفس الفوطه القطيفه دي، هي نفس الفوطه بس دوكها قطن ودي قطيفه، هقول لكم السعر ان السعر واحد على الاثنين.
كمان يا جماعه الفوطه العطيفه دي جميله جدا جدا في التنشيف، وبر عاليه خالص، وخامات قطن مقاسها 60 في 120، وبرده منها كلها الوانات غريبه والوانات جديده وحاجات شيك جدا جدا. نجيب بقى الفوط كلها كده مع بعض عشان نبدا نشرح لحضراتكم. احنا عندنا كده هناخد الثلاث الوان من الموديل، يبقى انت حضرتك العرض داخل انك تشتري الثلاث الوان دول، او تشتري الثلاث الوان دول، او تشتري الثلاث الوان دول. المهم الثلاث الوان اللي جنب بعض زي ما حضراتكم شايفين، هتاخد الثلاث الوان كده بالعرض. سعرهم كام يا جماعه في العرض؟ الثلاث الوان دول ب 195 جنيه. يبقى سعر الفوطه في العرض كده وقع مع حضرتك ب 65 جنيه بدل 95 جنيه، يعني انت كده موفر حضرتك في الثلاث فوط 90 جنيه بالظبط. يبقى انت حضرتك كده في التوفير 90 جنيه. كمان عندنا الفوطه دي يا جماعه حاجه، بصوا روعه الروعه، حاجه فوق الشياكه بشويه، وبر عاليه جدا، مقاس 50 في متر، حاجه بصوا فوق الروعه والله، وبره بص هتخرج خلاص الوبره من الفوطه. سعرها كام يا جماعه الفوطه دي؟ سعرها 65 جنيه. نقي اللون اللي يعجبك، لان مفيش لون فيها وحش، كل الوانها احلى من بعض واشيك من بعض، الوان كتير جدا جدا. احنا لو رجعنا ورا وجبنا الالوان كلها مره واحده هيكون افضل للناس، وانتوا شايفين اللون كله مره واحده. شفتوا يا جماعه المجموعات دي بقى حاجات روعه روعه. ارجع لكم شويه لفوط المطبخ، وبعد كده ادخلكم على النص بشكير حاجات تحف. عندنا يا جماعه كمان الفوط دي يا جماعه نزل، تشتري ثلاث الوان من الموديل هتدفع فيهم 55 جنيه بس، هتدفع 55 جنيه بس بدل 90 جنيه، هتدفع 55 جنيه بدل 90 جنيه، يعني الفوطه وقعت مع حضرتك في العرض ب 18 جنيه، هتشتري الثلاث الوان بتاع الموديل. كمان يا جماعه عندنا في فوط ايد، الفوطه دي برضو اتخفضت جدا، فوطه ايد الوانها كلها اشيك من بعض، حاجه جميله جدا جدا جدا. الفوطه يا جماعه دي سعر الفوطه كان ب 35 جنيه، مقاسها 40 في 70. انت هتشتري دلوقتي يا باشا الست الوان مع بعض زي ما حضرتك شايف الست الوان لغايه هنا كده، الست الوان تدفع كام؟ 170 جنيه بدل 210، يعني سعر الفوطه وقع في العرض ب 28 جنيه. لا احنا عايزين ارخص شويه، عندنا ارخص كتير، عندنا كل الحاجات وكل الاسعار ان شاء الله. الفوطه دي يا جماعه برضو قمه في الشياكه. سعرها كام الفوطه دي؟ سعر الفوطه 30 جنيه يا جماعه، دخلت في العرض دلوقتي تشتري ثلاث الوانات من الفوطه دي وتدفع 70 جنيه بدل 90 جنيه، يعني سعر الفوطه دخل العرض مع حضرتك ب 23 جنيه. كمان فوط المطبخ وحاجات شياكه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين، عندنا اربع ست الوان. سعر الفوطه يا جماعه دي بتاعت المطبخ دي كانت ب 20 جنيه، زي ما انتم شايفين الفوطه وشايفين شكلها كانت ب 20 جنيه. شفتوا التطريزه والرسمه بتاعتها؟ انت حضرتك عندنا منها موديلات كتير عشان ما اقعدش افرد في الموديلات، هتشتري ست الوان من نفس الموديل وتدفع 90 جنيه، يبقى سعر الفوطه كده وقع مع حضرتك ب 15 جنيه بس. يبقى سعر الفوطه وقع مع حضرتك ب 15 جنيه، يبقى انت هتدفع 90 جنيه بدل 120 جنيه، يبقى سعر الفوطه وقع مع حضرتك ب 15 جنيه بس. ده بالنسبه اللي هي الفوط الايد. وكمان في عندنا فوط اشكال كتير بس انا مش عايز اغيب عليكم اكتر من كده. نخش بقى على النص بشكير. النص بشكير يا جماعه زي ما انتم شايفين، بصوا والله تحس سجادتين، ثلاث سجادات فوق بعض، مش فوطه. الفوطه دي وزنها تقيل جدا، يعني زي ما حضراتكم شايفين تحس سجادتين مش فوطين. انت هنا اول ما تيجي تشوفها هتستغرب، حاجه جميله جدا جدا، والوانها شياكه خالص زي ما حضراتكم شايفين على الرف، الوانها شياكه جدا جدا. نرجع ورا عشان كل الالوان تظهر مره واحده. بكام يا جماعه الفوطه دي؟ فوطه نص بشكير مقاس 70 في 140، السعر 125 جنيه، سعر الفوطه 125 جنيه. كمان يا جماعه عندنا الالوان دي حاجه، بصوا مفيش لون يقول انا مش حلو، كل الالوان دي يا جماعه اتخفضت بكام الفوطه دي؟ حاجه قمه في الشياكه زي ما حضراتكم شايفين ب 95 جنيه، اي واحده من الحاجات دي ب 95 جنيه، والخطوط بتاعتها الموديل التطريز زي ما انتم حضراتكم شايفين حاجه جميله جدا جدا. الحاجات اللي اسعارها قديمه ام 60 جنيه و 50 جنيه انا مش بعرضها لكم عشان بس ايه ما اضيعش وقتكم. كمان شايفين الالوان اللي فوق دي من نص البشتير حاجات والله تحفه، حاجات وخامات وحاجات قطن 100%. كمان نخش يا جماعه على عروض الملايات دي، كل الملايات اللي هنا دي في الركن ده السعر كام؟ السعر 195 جنيه، حاجات قطن مقاسات كبيره. اما بقى الناحيه دي كلها زي ما حضراتكم شايفين اتخفضت الاسعار هنا كلها ب 150 جنيه، اي طقم ملايه وحاجات قطن
والتطريزات كلها احلى من بعضها. احنا مش هنقعد نعرض بوسترات، عشان لو قعدنا نعرض بوسترات معانا ساعه عشان نخلص الموديلات. يبقى الحاجات دي كلها يا جماعه الناحيه دي ب 150 جنيه، وكمان الناحيه دي معاهم ب 150 جنيه، وكمان ملايات الاطفال دول نازلين معاهم ب 150 جنيه. اما الجزء اللي تحت ده حاجات ب 100 جنيه. لو انت عايز حاجات ب 100 جنيه في الجزء اللي تحت الاخير خالص ده. دي الحاجات اللي هي بكام؟ اللي هي ب 100 جنيه و 150 جنيه والكلام ده. نيجي بقى هنا يا جماعه للكوفرتات. كوفرتات هنا طبعا انتوا عارفين اسعارها، الحاجات دي ب 120 جنيه، كوفرتات الاطفال نازله الاثنين مع بعض ب 105 جنيه، كمان عندنا الكوفرته الكبيره نازل ثمنها الحاجات ب 105 وحاجات ب 110. اما الملايات دي يا جماعه الحاجات دي برده اتخفضت خالص، نازله ب 250 جنيه الحاجات اللي فوق رسمه العروسه والعريس، دي حاجات قطن 100%. في منها حاجات 70% قطن اللي هي العروسه والعريس اللي فوق دول، متخفضه جوه ب 160 جنيه، غير القطن 100% 150 ثمنها ب 250 جنيه، اما ال 70% قطن ب 150 جنيه بس. كمان يا جماعه عندنا الملايه دي التطريز الكرانيش، دي يا جماعه سعرها مخفض برده بقت ب 250 جنيه. اما الملايه الاخيره دي زي ما انتم حضراتكم شايفين اللي هي تطريز وكرانيش برده متخفض سعرها لغايه 350 جنيه. اما التشكيله الجديده دي حاجه روعه الروعه زي ما حضراتكم شايفين، السعر كام يا جماعه؟ اي ملايه هنا ب 250 جنيه، وكمان داخل معاهم الملايه اللي هي دي اللاف، حاجه شيك جدا جدا، الملايه دي اللي خدتها الناس في الهدايا. السعر كام يا جماعه؟ اي حاجه من الحاجات اللي هنا ب 250 جنيه. كمان يا جماعه جايبين لكم باكاسات فوط برده حاجات جميله جدا منقوشه، السعر بكام دي؟ ب 250 جنيه. لا احنا عايزين ارخص. اه في ارخص. اي طعم فوطه من الحاجات دي يا جماعه زي ما انتم حضراتكم شايفين مقاس 60 في 120، اي علبه من الحاجات اللي فوق دي، دي او دي او دي، السعر 180 جنيه بس، سعر اي علبه ب 180 جنيه. اما الحاجات دي يا جماعه اللي هي اربع فوط السعر 220 جنيه. سعرها في ورده الشجر وفي التطريزه الثانيه الورد. السعر كام؟ السعر 220 جنيه. نيجي يا جماعه بقى للتشكيله دي، حاجه شيك جدا جدا في الفوط. الجزء اللي تحت ده يا جماعه السعر مخفض ل 180 جنيه. عندنا اشكال منها كتير اهو، حاجات جميله جدا 180 جنيه. اما الجزء اللي فوق ده بما فيه التطريزه الثانيه وورات الشجر السعر 220 جنيه، حاجات كلها تحفه. اما الحاجات اللي هنا يا جماعه دول اول صفين فوق سعرهم 6 فوط في العلبه متخفضين ل 250 جنيه. اما العلب اللي هي حضراتكم شايفينها دي حاجه تشكيلات الوان مختلفه، السعر كام؟ السعر 220 جنيه. وكمان عندنا عروض بشاكير كتير، بس انا حاسس ان الفيديو طالع عليكم كتير ومعلش وانا اسف ليكم، وتابعونا ان شاء الله عروض كتير، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.